في اعتصام جديد أمام السفارة السورية في عمان، لكن بوضع جديد هذه المرة. فكما كان هناك تواجد دائم للمتظاهرين المعارضين، تواجد أيضا هذه المرة معيدين لكن للأردنيين. أما عن التواجد الأمني فقد كان كثيفا وكبيرا هذه المرة بسبب عنوان الحدث الذي أعلن على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وهو طرد السفير السوري والذي كان يفصل بين المؤيدين والمعارضين، عدا عن أن هناك كان تواجد أمني كثيف أمام وحول السفارة التي كانت تصدر عنها أغاني وطنية ومؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد. جئنا هنا لنؤكد على رفضنا لأي تدخلات غربية وخارجية في سوريا، ودفاعا عن الشعب السوري في وجه المؤامرة الغربية على سوريا الحبيبة. للشعب السوري الحرية في خياراته، إنما نحن نؤكد على أننا مع الإصلاحات السياسية ومع الحوار مع النظام للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. أولا، هناك تهويل إعلامي، أنا لا أنفي وجود قتلى ولا أؤكد وجود قتلى. هناك تهويل إعلامي ومؤامرة إعلامية على سوريا وليست على النظام السوري فقط، وهذه المؤامرة يجب علينا جميعا الوقوف في وجهها حتى نحافظ على سوريا العروبة. سوريا معك على الموت، سوريا معك على الموت، أمر الناتو ما بيفوت، أمر الناتو ما بيفوت. أما بالنسبة للمعارضين فكانوا من الأردنيين والسوريين، كان هناك تجاذب بين الطرفين والتي كانت بين فترة وفترة. نحن كشعب أردني أو مثل أحد الشباب من الشعب الأردني أقف مع الشعب السوري وطلعاتي ورأيي في الحرية والكرامة، وهي مطالب مشروع ومن حق كل الشعوب أن تنال حريتها وكرامتها، ولا يحق لا كائن من كان أن يتدخل بأي شعب وأن يجرم في شعبه. هلأ هون بالأردن عاملين اعتصام لطرد السفير السوري من على الأردن، من على أرض الأردن. في مجموعة مؤيدين، في مجموعة، في كثير معارضين. وفي ظل ذلك خرج أحد الرجال من وسط المتظاهرين المعارضين معلنا عن أنه أحد المنشقين عن الجيش السوري، حاملا بيده بطاقة تثبت أنه عنصر في الجيش، حيث كان سبب انشقاقه أنه رأى طفلا قتل برصاصة من أحد زملائه من غير سبب. موت مستنانين عنه يا جماعة، في أطفال قاعد يقولون في أطفال، أنا سبب انشقاق الطفل مات قدامي. أتى وقت صلاة المغرب، وقبل ذلك غادر المؤيدون المكان وبقي المعارضون، حيث قاموا بالصلاة ومن ثم متابعة التظاهرة. وكانت السفارة قد أغلقت السماعات التي كانت تصدر الأغاني، حيث كان في يوم عرفة، وعندما كان المعارضون يصلون كانت الأغاني قد ارتفعت وقتها، فغضب المصلون وبدأوا يتجمهرون من أجل مطالبة الأمن والسفارة بعدم إزعاجهم. أقمنا الصلاة وما تفعل يا حبيب زي ما أنت، إحنا مش عندنا، أنا ما رحت، أنا أتصور، أتصوري خوض، أنا ما سمعت، أنا ما حد أتصوري، إحنا نصلي ما تفعل. بعد الصلاة وبفترة قصيرة حدث أمر مهم، وهو أن المعتصمين أرادوا رمي السفارة بأكياس من الدهان، وبالرغم من كشف الشرطة للأمر إلا أن أكياس من الدهان كانت مع أحد الشباب فقام بالرمي، وهو مؤمن جعابه عضو اللجنة المركزية في الهيئة الأردنية لدعم الشعب السوري. ولاحقا اعتقل شابان آخران، لكن تم الإفراج عنهم في ليلة متأخرة بحسب ما ورد للجزيرة توك. بعد مرور 8 أشهر على بداية الثورة السورية ما زالت الانشقاقات تحدث لكن بشكل محدود، والشعب السوري في أماكن كثيرة وعديدة يتظاهر، لكن الجديد أن دماءهم تزداد نزيفا بالرغم من المبادرات الرعبية التي أقرت والتي يبدو أنها لن تنجح، طالما أن العقل الأمني للنظام هو الذي يعمل والذي يؤدي بالدور إلى التأكيد أن الشعب السوري يزداد يوما عن يوم في مطالبته برحيله. أما عن ما يخص بالوضع الأمني في الأردن بما يتعلق بالموضوع السوري، فإنما تم وفي أوقات سابقة من الإعلان عن القبض على بعض السوريين الذين كانوا ينوون فعل بعض الأمور بحسب مواقع أردنية، يدل على أن النظام السوري لم يكترث إلا لما يريده فقط وإن كان على حساب جيرانه. إبراهيم صفا، الجزيرة توك، عمان.